السلام عليكم متابعي دراما سبورت. كتير ناس سألوني ليش ما لعب الصومي بمباراتي الذهاب والإياب، وليش تم استدعاء الصومي طالما المدرب ما رح يعتمد عليه بالمباريات، وشو الاستفادة من استدعاء الصومي. كل هالأسئلة انطرحت، وفي كتير ناس شافوا أن الصومي كان لازم يلعب بمباراة الإياب على الأقل. أول من حكى عن الصومي وأول من تابع الصومي هو موقع اللاعبين السوريين المحترفين، وكمان احنا تواصلنا مع عائلته ومع إدارة المنتخب وطالبنا بانضمامه. طبعاً المطالبة كانت بعد ما شفنا مستواه المميز مع ناديه السويدي. إدارة المنتخب بعد المطالبة الجماهيرية اشتغلت على أوراقه وجابته للمنتخب. الكابتن أيمن الحكيم أول شرط طالب فيه إنه إذا أجى الصومي ما رح يلعب مباراتي الملحق، لأنه مو منسجم مع المجموعة الحالية وما يقدر يضيف أي إضافة للمنتخب بالوقت الحالي. أنا هون أتفق مع الكابتن أيمن الحكيم 100%. الكابتن أيمن الحكيم كان مع انضمام الصومي للمنتخب، بس شريطة إشراكه بالمباريات على مراحل، مو فورا ويلعب مباراة تعتبر أهم مباراة في تاريخ الكرة السورية. بصراحة الكابتن أيمن الحكيم كان جريء بقراره وما اهتم بالضغط الجماهيري والإعلامي، وهالقرار لو كنت مدرب كنت رح ساويه كمان. من المستحيل مشاركة لاعب لهلا ما يعرف أسماء لاعبي المنتخب وما يعرف بأي نادي عم يلعبوا، وحتى ما عنده معلومة بأي مركز يلعب كل لاعب وكيفية تحركه بالملعب. هلأ رح يجي واحد ويقول كيف المنتخبات الأوروبية بينضم لهم لاعب جديد وخلال 3 أيام ينسجم مع المجموعة؟ يا أخي الدوريات الأوروبية متابعة من الكل، بينما أكاد أجزم أن الصومي مو سمعان بالدوري السعودي والمصري والعراقي، وبلكي ما بيعرف في دوري سوريا أو ما في. الصومي وافق على دعوة المنتخب، وهالشي لأنه هو سوري أصيل وبده يخدم المنتخب، والمنتخب كمان قاموا بدعوته لهالفترة مشان يعرفوا يا ترى رح ينسجم مع المجموعة الحالية ولا لا. الصومي كان على علم بأنه ما رح يلعب ولا دقيقة، وهو وافق على هالشي وأكد أنه مجيئه للمنتخب فقط للتجربة والانسجام مع المجموعة. أكيد رح نشوف الصومي بتصفيات كأس العالم الجاية وكأس آسيا وبمباريات ودية للمنتخب لازم يشارك فيها الصومي، ساعتها رح نحكم عليه كويس وهل يا ترى رح يفيد المنتخب أو لا. بالوقت الحالي مسألة الصومي لازم نسكرها وما نحملها للمنتخب، لأنه اللي صار كان لازم يصير، ما بدنا نبكي على اللبن المسكوب. بتمنى يكون هالفيديو واضح للجميع وتكون فيه الإجابة واضحة عن عدم مشاركة الصومي. تحياتي لكل متابعي دراما سبورت واللي عم يشجعوني للاستمرارية دائما وأبداً.